مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. فكنتمناو نهاية أسبوع موفقة لجميع ساكنة مدينة المحمدية وجميع مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي، كما كتشوفوا يعني اليوم تزامنا مع يوم السبت عطلة نهاية الأسبوع. فشاطئ المركز عامر بالناس، بزاف ديال الناس اختاروا شاطئ المركز كوجهة اليوم باش أنهم يستمتعوا بالجمالية والروعة ديال هذا الشاطئ هذا، رغم يعني كنشوفوا أن الأزمان رغم بزاف ديال الكوارث اللي كيوقعوا في هذا الشاطئ هذا، فهذا الشيء ما منعش الناس أنهم يجيو هنا ويمارسوا الرياضة المفضلة ديالهم، كاين اللي كيمارس المشي، كاين اللي كيمارس كرة القدم، كل واحد واش كيمارس، وكاين اللي رغم أن البحر عايش، فكاين اللي كيمارس السباحة وكيعوم في هذا البحر هذا مشاهدينا الكرام. فكما كتشوفوا معنا يعني بزاف ديال الناس، بزاف ديال الأشخاص، كاين اللي خارج رفقة الأصدقاء ديالهم، كاين اللي خارج رفقة الوليدات ديالهم، كاين اللي خارجة رفقة الصديقات ديالها، باش أنهم كيجيو وكيستمتعوا بالجمالية ديال شاطئ المركز كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. فرغم الهيجان ديال البحر أننا كنشوفوا يعني الناس كيعوموا الإخوان كما كتشوفوا معنا، يعني واخا البحر عايش الناس كيعوموا، غير هو كنبغيو كنتمناو من جميع الناس انهم يتاخذوا الحيطه والحذر وردوا البال، راه البحر هايج بزاف الاخوان، راه كاينه نصره انذاريه الاخوان قال لك بلي العلو ديال الامواج يوم الاحد غادي توصل حتى ل 14-16 متر الاخوان، راه امواج غادي تكون عاليه الاخوان، نحضروا ريوسنا ما نغامروش بالارواح ديالنا، راه ما يمكنش الاخوان اننا كنشوفوا الناس كيغامروا بالارواح ديالهم كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. يعني شاطئ المركز عامر بالناس، كلشي خارج يعني بزاف ديال الناس كلشي خارج، كاين اللي خارج رفقة الصديقات ديالها، كاين اللي خارج رفقة العائلات ديالو، خارجين كيستمتعوا بالجمالية والروعة ديال شاطئ المركز. كيف ما قلنا أن فيه بعض الآفات، أن شاطئ المركز يعني نقدروا نقولوا أنه بعد ما دفع البحر الواحد دفع واحد الدفعة اللي ما كتصورش، دفعة كبيرة تدفع يعني خلف واحد المخلفات. الإخوان شوفوا معنا، شوفوا معايا الحاله الكارثيه اللي ولي فيها المركز من بعد الدفعه اللي دفع الاخوان، هذه البلاصه كانت عامره بالماء، البحر هاج لواحد الدرجه راه ما كتصورش، فالله يرحمنا الله يلطف فينا. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا شوفوا الحاله، شوفوا معايا الحاله الكارثيه اللي ولا فيها، يعني هذه يعني غير مخلفات ديال البحر، هذا الشر اللي كان في اعماق البحار لا يحول البحر الاخوان دابا. شوفوا شوفوا هذه يعني هذه رساله لهذوك الناس، شوفوا هذاك الشيء اللي كتلوحوا في الصيف، شوفوا هذوك اللي كيجيو كياكلوا الدلاح وكيلوحوا وش يخليوه فوق الرمله، ها انتم المخلفات الاخوان، البحر ما كياكلش هذاك الشيء الاخوان، البحر كيلوح، ها انتم اللي كياكلوا الدلاح، ها اللي كتبدل ليه كوش لبنتها وكتلوحوا وكتلوحوا في الرمله، ها حقا راه غيدي الماء، شايفين غيدي الماء، كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني حاله كارثيه. يعني كما كتشوفوا يعني مباشره من مدينه المحمديه، البحر هايج بزاف واخا هكاك، هذا الشيء ما منعش ان الناس يجيو ويمارسوا الرياضه المفضله ديالهم، كاين كما قلنا اللي كيمارس عليها رياضه الكيك بوكسين، كاين اللي كيمارس رياضه الجري، كاين اللي كيمارس المشي، كل واحد وشنو كيبغي يدير. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني اجواء راه صباحيه رائعه، اجواء جميله، ولكن كتشوفوا الاوساخ يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا اوساخ كثيره هنايا الاخوان، يعني شوفوا يعني هادو هما البقايا ديال البحر اللي كاين هنا مشاهدينا الكرام، يعني كما كتشوفوا معنا هادي هي البقايا، يعني كنشوفوا ان يعني الناس ولاو كيجيو، يعني الغريب في الامر يعني مؤخرا ولا كنشوفوا ان الناس كيجيو لشاطئ المركز كيجيو كيسيرفيو فيه، فكنتمناو من الناس اللي عندهم يعني عندهم خبره وعندهم درايه بهاد الرياضه ديال السيرف، فكنتمناو تقولوا لنا علاش شحال هادي ما كانوش الناس كيجيو للمركز، ودابا ولا كنشوفوا ان الناس ولاو كيجيو بزاف لشاطئ المركز باش انهم يمارسوا الرياضه المفضله ديالهم، يعني ولينا كنشوفوا مؤخرا بزاف ديال الناس كيجيو هنا للمركز، يعني كيولوا كيسيرفيو بزاف او كيديروا البوغي بزاف، يعني ما عرفناش الاخوان يعني شنو الاسباب، فكنتمناو انكم تخيلونا في التعليق وتقولوا الاسباب، حتى كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام راه هاد البلاصه هادي راه ماشي ديال السيرف، هاد البلاصه راه ماشي كانوش كيسيرفيو فيها الناس، البحر هايج بزاف، يعني ولينا كنشوفوا ان البحر هايج والغريب في الامر الناس كيعوموا. البحر هايج الاخوان، شوفوا الماء شلاش واصل، الماء كيجر ويو الجو بارد الاخوان، بنادم لابس مكبط الاخوان، وكنشوفوا يعني واحد وواحد راهما داخلين كيعوموا، كيستمتعوا بالجماليه، كيتبردوا في هذا البرد، معلم كيتلاح، شوفوا معنا، بنادم ما فهمتش انا ان بنادم كيخاطر بالروح ديالو، هذا الجو ماشي ديال العمال وبنادم كيعوم، هذا الجو ماشي ديال العمال وبنادم كيتخشى في البحر، هذا الجو ماشي ديال العمال وبنادم كيغامر بالروح ديالو وبالحياه ديالو، علاش؟ باش نعوم. علاش باش نجينا نضرب تلاحيه حقا انا راه كنعرف العوم، ومن اللي تجيش يجرب جرك هذيك الساعه قول لهم اش داني، اش الحاله الاخوان، وبحال هادو ملي كتسولو كتقولي علاش ما عمتيش تصيد وخصيف ماشي ديال العوم،
حشومه وعيبها راه حشومه الاخوان ولا كتشوفوا يعني الظاهره بنادم ولا كيغامر بالروح ديالو راه بنادم ولا كيغامر بالحياه ديالو الاخوان باش يجيعهم راه كاينه الجره الاخوان راه لي ميتر ناجور ما كاينينش الاخوان راه ما كاينش اللي غيقابل هذا البحر راه ما كاينش اللي غيحضي هذا البحر وردوا البال ونحضوا ريوسنا راه ولا كتشوفوا بنادم ما بقاش كيخاف راه ولا كتشوفوا بنادم زاعم ها انتم الاخوان شوف معنا واحد فين داخل وغادي زايد غادي داخل عاوتاني فهاد المواج العاليه فهاد الجو هذا بنادم يعني ما مسوقش ما كاين لا حاجه يعني سباحين مقيدين ما كاينينش البحر خاوي هنايا كاين الناس يعني دراري ودريات كيتمشاو كيديروا لا مارش فما فهمتش شوفوا المواج قداش الخور يعني المواج الجهد اللي كيضربوا به الاخوان كيدير شوفوا معنا غير الجهد اللي كيضربوا به او كتلقى بنادم كيتخشى تحت الموجه او واحد بعقله الاخوان لاعب شكون اللي غيطلع الاول من الماء اش هاد الحاله اش هاد الحاله ولينا كنشوفوها الشرطه اش هاد الحاله ولينا كنشوفوها الاخوان ونتاخذوا الحيطه والحضار ونردوا البال ريوسنا وما نغامروش بالارواح ديالنا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام شاطئ المركز عامر بالناس اللي كلهم جاو كاين اللي جا باش يمارس الرياضه المفضله ديالو كاين اللي جا باش يعوم كل واحد ما كنتمناو انكم تحضروا ريوسكم كنتمناو انكم تاخذوا الحيطه والحذر وتردوا البال وما نغامروش وما نخاطروش بالارواح ديالنا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني راه بعد قليل البحر غيزيد يرفع عاوتاني غيقدر يطلع عاوتاني حتى الكورنيش الفوق الظاهره اللي ولينا كنشوفوها بزاف هنا في مدينه المحمديه يعني الظاهره ديال المد يعني البحر كيزيد كيطلع بزاف لواحد الدرجه يعني فايت القياس فالله يرحمنا الله يلطف بينا يعني كما قلنا لكم مشايخ يعني واحد باقي داخل دير السيرف ولا ما عديناش داخل الاعماق الاخوان شوف اما نغامروش بالارواح ديالنا الاخوان اما نخاطروش بالارواح ديالنا الاخوان الروح عزيزه عبد الله الروح عزيزه عبد الله بعد دابا تخيل معايا داك ضربوا شي موجه قاصحه جروا شماك فين غنولي يعني كما كتشوفوا معنا اشوف يعني ما فهمتش انا الناس هادو يعني ما فهمتش ملي غتسولني تقول لك لا ما تخافش عليا كنعرف نعوم راه البحر كيدار عوامه شوف 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 يعني كيسور في تماك راه الموج راه عالي للاخوان دابا يعني العلو ديال الموج ما عاليش بزاف عالي بين 3 حتى 4 متر فالعلو اللي كان يعني اللي غيكون غدا راه واحد العلو اللي كبير بزاف الاخوان شوف 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 معايا الموج قداش الاخوان شوف الله يرحمنا والله يلطف بينا واخا هكاك يعني ما بعد هاد الناس هادو كيعوموا في الكشكوشه برا راه كاين شي بنادم كيدخل داخل الاخوان ما كيخاف لا الله لا والو كيجي اجي دخل عوم الخير بوجود الماء ديال الله دخل كضربوا موجات كتجي الجره على غفله كيهبط يتلاح ما كيبقاش كيطلع كيلقى راسو لداخل ومسخوط الوالدين ما كيعرفش يعوم كيبغي يخرج كيقول اش داني العوم هنا تقول يا ربي نخرج عمرني بقيت نجي للبحر لا خرج وهي هذيك هذيك هي اخر عومه ليه ما خرجش الله يرحمه ويستر عليه دقه في القبور هذيك الساعه كيبدا كتجي العائله ديالو كيبداو يبكيو يقول لك انا ولدي ما قالش ليا انا ما علمنيش نحضي ولادنا نردوا البال لولادنا ما نغامروش بالارواح ديال ولادنا الاخوان البحر طالع بزاف راه البحر هايج بزاف الاخوان راه ماشي نجي نغامر بالحياه ديال ولدي راه ماشي نجي نغامر بولادي ونغامر بخوتي باش نجي هنايا باش نجي حقا شوفوني انا كنعرف نعوم حقا انا كنعرف نتلاح حقا انا ما كاينش بحالي في العومان اسير ريح الارض راه ماشي باش تقلع دريه وتبين دريه راك كتعرف تعوم كتجي هنايا في هذا الجو هذا والمواج عاليين والجره البحر هايج كتجي تايا كتدخل كتفون ديال داخل وكتدير لهم بسلامه من برا بحال غادي حارق اش هاد الحاله هذه اش هاد الفضايح اش هاد العباش ولينا كنشوف ردوا البال راسنا نحضيو ريوسنا ما نغامروش بالارواح ديالنا راه ولينا كنشوفوا بعض الناس كيخاطروا بالارواح ديالهم الاخوان الى هنا مشاهدي قناه شوف قناه شوف تيفي نكشف في بدر القدر على امل نلقاكم في فيديو مباشر اخر شكرا والى اللقاء.